المليحة الغوطة الشرقية 1/5/2014 لليوم 30 على التوالي، والحملة الهمجية الطائفية على البلدة، قصف عنيف وغارات جوية وصواريخ أرض أرض. أحد الصواريخ المحلية الصنع التي يتم استخدامها في بلدة المليحة. حسبي الله ونعم الوكيل. المليحة الغوطة الشرقية 1/5/2014 دمار جراء سقوط صاروخ أرض أرض على بلدة المليحة لليوم 30 على التوالي، والحملة الهمجية الطائفية على بلدة المليحة دمار هائل في ممتلكات الأهالي. حسبي الله ونعم الوكيل. دمار هائل في الأبنية السكنية. في شقة عم تحترق. المليحة الغوطة الشرقية 1/5/2014 لليوم 30 على التوالي، والحملة الهمجية الطائفية على بلدة المليحة، حرائق ودمار جراء الغارات الجوية والصواريخ الأرض أرض على بلدة المليحة، اشتعال حرائق واشتباكات عنيفة على محيط البلدة، اشتعال حرائق. اشتباكات عنيفة.